كنت بتلعب بره استراحة الناشئين واتخصم لك، فاكر اتخصم لك قد ايه؟ تقريبا 30 جنيه حاجة كده. تقريبا ايه اللي حصل بقى؟ كان تقريبا كنا بنقبض، مين بلغ عنك؟ كنت بقبض 500 جنيه في الشهر، يعني كان 30 جنيه تقريبا وقتها. استاذ فتحي كشك تقريبا هو اللي خصمها مني، كان مشرف الاستراحة. لا ما حدش، هو تقريبا مش فاكر مين اللي فتن عليا، بس هو كان ممنوع ان اللعيبه وقتها تطلع بره الاستراحه تلعب كوره. فاحنا كنا بنلعب بالكوره، كنا بنلعب حاجه اسمها طايره كده في الحيطه، يعني كنا بنلعب. فحتى تقريبا حد فتن علينا فاتخصم مننا، كنت انا وايمن صالح تقريبا، كان معايا لعيب اسمه ايمن صالح، كنت انا وهو، كنا احنا اصغر اتنين في الاستراحه، واتخصم مننا وقتها يعني فلوس. وقتها زعلت جدا، زعلت ان حد خصم. ان حد فتن علينا، يعني ان حد فتن عليك مش ان مش اتخصم لك. بس خلي بالك يعني الخصم كده كده الفلوس بتروح وتيجي من صغري، انا متعلم كده، ابويا وامي الله يرحمها كان دايما يقولوا لي كده، ما تزعلش على اي فلوس راحت منك، يعني الفلوس دايما بتروح وتيجي. يعني واضح انك كنت اساسا طفل في الناشئين يعني شقي جدا، بس ايه في السر كده كنت بتطلع تعبان كمان للعيب معاك؟ قول لي بقى ايه القصه دي. لا يعني مش انا اللي كنت بطلع ده، انا كنت صغير جدا. مش انا، انا كنت بقى انا ده انا بترعب من التعبين. تعبان بلاستيك. تعبان بلاستيك. كان في حد بيطلعه تقريبا فليكس، كان بيطلعه لأهاب عباطي، فأهاب عباطي كان بيخاف من التعبين جدا انت وقتها. وانت كمان. وانا جدا. انا بترعب من انا بترعب من اي حاجه. لا يعني بخاف جدا طبعا من التعبين. بس ف يعني الموقف ده، لا الموقف انا فاكره لغايه دلوقتي، ان هو كان تعبان تقريبا بلاستيك في الاول وفي الاخر، بس انا ما كنتش عارف ان هو بلاستيك. وهاب عباطي برضه ما كانش يعرف وجري، فلا يعني كان موضوع كويس، يعني كان موضوع كويس، موضوع علمني كبير. علمني الرعب اكتر. رعبنا اكتر. طيب كلمني عن ذكرياتك في رمضان، ايه الاجواء الرمضانيه مثلا؟ اغنيه فاكرها زمان وانت صغير، حاجه موت بتحبه، فاكر حاجه؟ اللي هي اغاني رمضان، اغاني رمضان وانت صغير، وانا فاكر صغير حاجه؟ بوجي وطمطم مثلا، الحاجات دي. بوجو بكار طبعا. بكار. اللي هي بتاعت محمد منير. انا مش هغنيها طبعا، انا صوتي وحش جدا. لا عارفه ان احنا مش هنغنيها. عشان استنيت كده. لا يعني عايزه اعرف حاجات تانية يعني غير بكار. لا بكار وبوجي وطمطم كنت بتفرج عليهم جدا وانا صغير. لما بتسمعهم دلوقتي ممكن مثلا ترجع كده بذكريات طبعا. بكار شويه. بكار لحد دلوقتي بيأثر فيا، ليه ذكريات كويسه جدا معايا بكار بالذات، ودايما كان بيعلمنا حاجات كويسه يعني واحنا صغيرين، بس احنا ما كناش بنتعلم برضه. كنتش بتعلمه؟ عادي، محدش بيتعلم. لا ايه اكتر وقت قضيته طيب بره مصر في رمضان؟ في رمضان؟ ولا ما سافرتش في رمضان؟ لا يعني كنت في المنتخبات. في المنتخبات الشباب مثلا، كنت في السعوديه. اكتر وقت قضيته بره كان في السعوديه وفي ايطاليا، منتخب قبل كاس العالم. قبل كاس العالم الكبير كنا في ايطاليا، قعدنا فتره طويله جدا، كانت فتره اعداد، كانت شقه يعني، كانت شقه قبل كاس العالم. قبل كاس العالم يعني احنا تقريبا قعدنا في ايطاليا 3 اسابيع، كان في رمضان، بس كانت شقه بقى، كانت تمرينتين قبل الفطار، قبل ما نفطر يعني، تمرين الصبح وتمرين الساعه 7 والفطار كان الساعه 9. صعبه، فكان أوي. عذاب. عذاب. وكانت السحور يعني الاذان الفجر كان بيأذن تقريبا 1:30 2، فكان تقريبا من 9 ل 2 الاكل بس، فالواحد كان عمال بقى ايه، وقت قليل جدا. بياكل يعني طول الوقت. طول طبعا الوقت ده كنت باكل، كنت باكل، وكنت دايما بشرب حاجات مكملات غذائيه وكده، عشان طبعا الجسم يستفاد يعني، لان التمرينتين دي تأذي الجسم اكتر.